شاعر لها الأبدان، هادو هما اللبؤات الأطلس الحقيقيين. هذه هي مثال للمرأة المغربية الصبورة اللي كتصبر مع راجلها في السراء والضراء وتكبر وليداتها ومبادرة للخير بدون شروط ومزايدات. هذه رسالة الفيمينيست، والله العظيم اللي كنتحداكم وكنتحدى أيضا بعض الرجال أنهم يجيو يهزوا يا جورة واحدة اللي الوزن ديالها 15 كيلو ويطلعوا في هذه العقبة ويحطوها على ظهرهم الرطب، وديك الساعة نقدر نقول لهم تكلموا على النسوية وعلى المساواة مع الرجل. المشهد الإخوان كما بورشني أنا غيبورشكم تنتوما 100%. ناس ما عندهاش ولكن أيضا ساهمت في مسجد المحسنين بالعناء وبالتعب. تقبل الله منا ومنهم، وأوجه ندائي إلى جميع المتتبعين. بغينا إن شاء الله نكملوا هذا المسجد ونفرحوا هذه الأمة وتكتب لنا صدقة جارية من جديد. بادروا للمساهمة، جزاكم الله خيرا. يا مي الله مواليدي مازوكم بخير، راه فرحاني لواحد الفرع تما كتسوش الله يرحم بيه الوالدين. مازوكم بخير. شنو تقول المحسنين اللي تعاون معاكم؟ المحسنين كنشكروهم، كنشكروا حتى نتوما، وكنشكر يونس الخافه، وكنشكر اي واحد داري الدو في هذا البيت الله هادي. الله يجزيه بخير. وهاد العيالات مساكن باش كيحسوا؟ هاد العيالات راه الفرحه ديالهم انا اللي حاس بها، انا اللي عاجرهم في هاد البلاد هادي ورجال نيت. الله يرحم والديك. بالنسبه لي انا غادي نعطيك التفاصيل ديال هاد الناس كاملين، الرجال والعيالات. راه واحد الفرح راه ما علم به الا الله. يعني فرحانين ببيت الله. وفرحانين ببيت الله وفرحانين بشي حاجه كيعجبهم. المهم الفرحه الله يرحم بها الوالدين. الحمد لله. اسمو الحلم ديالنا راه تحقق. الله يرحم لك. داك الشيء باش كنا كنحلموا واحد مده 4 سنين ولا 5 سنين راه تحقق اليوم. الحمد لله. كنشكركم واحد الشكر، واحد الشكر الله هو اللي غادي يخلص. بان لي العيالات مساكن جايين هزين ليا جور، ما كاين لا بروتوكول لا والو. ايوا انت العيالات يعني انا اللي حاس بهم. شو مساكن غير دوك اليامات ملي قبل